لو تنشد بهذا الراجل بانه مسكين راهي نصبين عليه وحاطين عليه هذا البطل. هذاك السيد تنعرفوه احنا بالله اولا شويه نقص عقليه، هو اب الاب ديال الولد، لان علاش تباع ملي كنا هنا عند الامن أنا خاص ذاك الدري يقروه، ما يكونش الاب ديالو حداه تيدير له بعينيه زعما تيقول له قول، هذا الاب ديالو هذا ماشي هذا، خاص هذا الامن يدخل في القضيه هذه. ثانيا ذاك الراجل راه مظلوم، هذه 20 عام هو قدامنا هنا، انا ولاد ولادي قراو عنده، كيحشم من خياله، هادشي ماشي ديالو، ماشي ديال هاد الولاد، تعداو عليه، تعداو الله ياخذ الحق. 18 سنة وأنا ساكنة في هذيك الدار، قبل مات في دار الروض، حتى في دار الروض، ومني في دار الروض، هاد الدري اللي عنده 5 سنين ما كيقريش لطفي، كيقريو العيالات، وما كيخرجوا ما كيخرجوا العيالات، حتى كيخرجوا الدراري معاهم. هو ما كيقريش 5 سنين، هو كيقريو 14 12 مراجعة، على ود ما كيخرج يخدم، وكيجي من الليل الليل مع السبعة كيبدا المراجعة، ما فوق من هاد الشيء، ما تحت من هاد الشيء، إلا الصلاة على النبي. تيلعب الكرة مع الدراري من صغره، وهذه ما عمري زعما سمعتو، لا لا حتى الهضرة ما تيخسرش حتى الهضرة أصلا، تيصلي معايا ديما، ديما حدايا في الجامع وتيصلي، يعني ما نواش يدير هذا الشيء، هذا ما يديرش هذا الشيء. انا ما يعني انا جاتني غريبه، يعني هذا بحال خويا، انا تقريبا انا شخصيا بحال خويا هذا، يعني خويا الله يرحمه ادريس صاحب خويا الروح للروح، كان ديما عندنا في الدار حتى نجيو عنده، وهذه وهذه يعني ما يديرش هذا الشيء هذا، يعني ها هو ولدي قرا عنده، هو تيشهد به ما عمرو ما تيخسرش حتى الهضره، يعني السيد متقي الله، حيدو ما تلعبوش كره، انا خليوني نتكى، ما يديرش هذا الشيء. هذه القضيه هذه انا ما بغاش تدخل لي الراس، بعدا انا بعدا حنا سمعناها البارح، سمعناها البارح بحال جاتنا بحال شي صاعقه نزلت علينا. خويا السيد هذا راه حنا دابا في محاله تنتواجدوا، تنتواجدوا كلنا الحي كامل كيتواجد في الدار هذيك ديال السيد ديال والدي اللي كبر فيها من صغره، كبر فيها وكبرنا قدامه بين عينيه، قرينا ولادنا، هو ولدي حدايا، هو ولد الزنقه، هو السيد اللي هضر دابا، الناس هما يا اطفال، هما سولهم اطفال صغار، سولهم حنا بان راه قرينا عند السيد، راه ما عمرنا شفنا هذا الشيء، هذا ما عمرنا في حياتنا، حنا كبرنا في حي محترم، كنحشموا بعضياتنا، كبار تنحشموا منهم، والصغار تيحشموا من الكبار، ما يمكنش هذا الشيء وقع، هذا الشيء هذا راه ما عرفناش حنا، جاتنا بحال الفجعه اخي، كنا حنايا البارح ضلينا هنايا، وهذا السيد هذا الوليد هذا راه يقد يكون عنده شي حاجه، شي 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 مرض عنده تماك ولا شو شنو. السيد هذا كيجي حتى للسبعه ديال العشيه عاد كيجي للمراجعه، ما كيقرش ديال الدراري، راه حشوم على الشيء هذا، حنا قرينا وليداتنا وقرينا الجيران وقرينا كل شيء، عباد الله هادشي تحط على السيد هذا راه حشوم، عيب عليهم، ما خصوش يقولوا بحال هذا الكلام هذا، دابا الله يجزيكم بخير، هادشي هذا ما خصوش يتسمع في الحومه، حنا راه ملي سمعنا هادشي راه تاسفنا، ولادنا تبارك الله كلهم قراو في الاخر يطيحوا هاد البطل هذا راه حشومة عيب، دابا الله يسهل عليكم الا ما شوفوا بحال هاد الراجل هذا راه ماشي ديال هاد العباده. خويا كنشهد شهاده لله لهاد السيد، ماشي اول عام كنعرفو، كنعرفو مدة من 40 عام، وانا باقا بنت، انا باقا بنت وتنعاشر هاد الدري، وتزوجت وولدت وبنتي باقا صغيره كنخليها لمو الله يرحمها، وما عمرنا شفنا في هاد الناس ولا في هاد الدراري شي حاجه اللي ضرنا، مثلا انا تزوجت وولدت وكبروا ولادي، ولادي كيقدوا يدبزوا الزنقه وتيتشنقوا في الزنقه، وهاد الدراري بقوه اللحيه والعرض ديال هاد الدري راه ما عمر تتشانق، تشانق في الزنقه او الضارب او جبل شي مدابزه مثلا بحال ولادنا حنا في سيدي موسى، يعني في واحد الحي راه خايب، وبنتي صغيره كنت كنقريها، كنت كنخليها عند امو وتنخرج وتنجي وتعطيني بنتي صاينه، وقرا عنده ولدي، ولدي داير عنده المراجعه غليظ وزويون وكبير، يعني كان تيدير المراجعه ماشي تيقرا ابتدائي، علاش ما عيقيش هاد الدراري اللي موجهين، عيقيس هاد الدري اللي صغيور وباري. شهادة لله، انا سعديه بس كبرت معاه في الزنقه، اقسم لك بالله والزنقه كي كيفاش كانت دايره هاد الحوض ما غاديش تقدر تامن بينا، وتزوجت وقررت ولادي دابا عندهم 20 عام،
ودرت عندهم مراجعة الولاد وبنتي، أقسم لك بالله عمرني ما لقيت فيهم شي ضرر. نهار اللي مات خوهم بحال ما تبا كان صغير وكبير، وعمرنا ما شفنا فيهم هاد الحالة. ولطفي الله يعمر بيه، هادي كذبة ما غيقدر على حتى شي واحد. أنا سمعتها رجلي ضروني، أقسم لك بالله، ونمشيو معاه فين ما بغاو ونمشيو. حنا كبرنا معاهم في الحومة وكنجيو نلعبو في الحومة. كنستنكروا بطبيعة الحال هذا الاعتقال تعتبره تعسفي في حق الصديق ديالنا والأخ ديالنا سيدي لطفي شنون. كنعرفوه بالأخلاق ديالو العالية، ويعني الكل يشهد بذلك. وليداتنا كلهم ترباو حداه ومعاه، ما عمر ما وقع شي مشكل. اليوم حنا كنستنكروا هذا العمل هذا. أنا ما نتكلمش على السي لطفي شنون، يعني تدخلوا الناس قبل مني ودواو عليه، ويمكن قالوا عليه اللي ما نقدرش نقولوا انايا كثر. اللي بغيت نهضر عليه هو كاين ديزانديس، الناس اللي تيفكروا بعقلهم ممكن يقولوهم. هاد الدبي هذا اللي تتمارس عليه الشذوذ الجنسي، باش يكون عليه شذوذ نورمالمون خاص يكون الوقت مناسب ويكون المكان المناسب. هذا طفل يعني تتراوح السن ديالو ما بين 4-5 سنوات، يعني من تيجي للمؤسسه تيجي برافق، ومن تيمشي من المؤسسه تيمشي مع رفيق، وتيجي في الوقت الدخول وتيتصرف مع وعنده وقت ديال الدخول وعنده وقت الانصراف ديالو، وما تيجلسش هنا في لاكار دوغي، يعني عنده واحد الوقت محدد. يعني هذه الجهه الاولى، يعني وعاد المؤسسه فيها ثلاثه المربيات، وكاينه السيده اللي هي مديره هذه المؤسسه. يعني يستحيل يجي هذا الشخص هذا والسي لطفي يجبروا من القسم ويديروا مارس عليه الشذوذ ويرجعوا، وتا شي واحد ما يرد ليه البال ولا يدير واحد لونطونسيون ان هاد السيد هذا دا الطفل هذا ومارس عليه. هذه اول هام. ثاني هام، هاد الطفل داز في المؤسسه في شهر 9 وفي شهر 10، وبما انه الطفل صغير يعني اكرمكم الله ما يمكنش يدير القضاء الحاجه ديالو بوحدو، يعني اوتوماتيكمون غيدخل للطواليط يقضي حاجته، غيحتاج لواحد كبير با خو شي واحد، وهما بقاو ناعسين. يعني ما لاحظوش هما ان الدبي هذا في ديك الفتره وقع عليه هذا المشكل هذا والتجؤوا ولا حاولوا يديروا شي حاجه. ايون بليس الاب ديال الطفل معروف في الحي انه نصاب. شكون اللي كيديو كيجيبو؟ اييه هو معروف بالحي انه تدي جده اللي تديو تجيبو، يعني ما تمشيش بوحدو. ومعروف الاب ان السمعه ديالو ماشي طيبه وتنصب على عباد الله، وبغى يستغل الظروف ديال هذا الولد اللي هو مريض مسكين. تنتمناو الله انه يتشافى ويعافيه، هو الناس تقول انه عنده مرض ديال البواسير، هو بغى يحور المرض البواسير، بغى يدوزو اغتصاب باش يظلم لينا هذا السيد هذا، وبغى يبتزو وديجا جاي عنده وبغى يبتزو ماديا. وني الحسن ان السيد عنده حسن الاخلاق وما عندوش نيه مبيته، ما مشاش يلجاش للشرطه باش يديك لابيبي وداكشي. وهاد المساله اللي وقعت يعني صدماتنا لدرجه اننا النهار اللي تبعناه بالليل مشينا مع القسم الشرطه. الاراء اللي كانت هذا الاراء كتضارب، يعني ان الاقوال ديال الام وديال الاب منين جينا نشوفوا لقيناها متناقضه، على اساس ان كيقولوا بان السيد تغتصب في الروض لتحت وفي الدار الطابق الاول. الطابق الاول مسكون ساكنين الناس، والطابق الثاني والثالث يعني ان الناس ساكنين كارين كما كنقولوا. منين جاو جينا نشوفوا لقينا بان تيقولوا بان السيد تغتصب في واحد الغرفه في بيت فيه بزاف الغرف ملمط بالخضر والكحل. ملي جات الشرطه شافوا كيلقاو بان الناس ساكنين تما، اذا هذه النقطه الاولى. بان ثاني حاجه هذا السيد هذا كيشتغل في شركه، كيشتغل في شركه ديال الفروه وكليماتيزاسيون، يعني كيمشي يصلح الثلاجات ديال الشركه ديال كوكا. وكاين كاين الريجستر ديال الحضور ديالو، لان معطيه ليه طوموبيله سياره بالجي بي اس ديالها، كيمشي كيبوانتي في قنيطره وكيسافر للمدير باش يصلح. يعني ملي كيجي في الوقيته ديال ديك 4 ولا 5 د العشيه حتى 6 د العشيه تقريبا كيكون هنا كياكل، كيكون الروض ساله مع 7 د العشيه كيبدا المراجعه. ما عنده حتى شي علم على الاطفال اللي في سميتو، لان السيده ديالو الزوجه ديالو الاخت ديالو جوج ديال المربيات هما اللي مكلفين بالروض. السيد تنشوفو انا من الصباح من تيخرج، من الصباح مع 8 الصباح 8:30 تيدي ولادو المدرسه، عنده جوج بنات صغار كيديهم في المدرسه، من تما كيمشي لخدمته. ما تيجي حتى للسبعه، 6 عاد تيجي، 6 كيجي
كيدخل هكا قبل ما يودي المغرب كيشد المصحف كيقرا شويه عاد تيبدا المراجعه ديالو. هو بالنهار ما عندوش علاقه كاع بالروض، مع الدراري ما عندوش علاقه بهم. كاينه الزوجه ديالو هي المديره وعندها جوج معلمات، ومراتي كانت تدير المراجعات هي في ديك المدرسه. السيد من اطيب خلق الله، ما يهزش راسو حتى في المراه ما يهزش فيها راس ديالو، ما يهزش راسو حتى في المراه ما يهزش فيها راس ديالو. هو ساعه كان دري صغير وسيت نعرفوا حنا شي، انا عندي المحل ديال النجاره وود الحومه، ود الحومه ود الزنقه ود الحومه ديال، ما عمر السيد تلقى فيه شي حاجه. بالعكس هو الصباق، اي حاجه فيها الخلق الصباق ليها، اي حاجه اي واحد دار راسو شي حاجه ولا هذا لطفي 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 لطفي. ما يمكنش السيد هذا بحال شي فاجعه صابتنا في هذا السيد، هذا فاجعه صابتنا فيه، هذا راه باطل. وانا كنعرف العائله ديال ذاك السيد الاخر كنعرفها، السيد كان مريفولي، ذاك السيد بات ديال الطفل كان مريفولي، كان في الزنقه وكان غادي في الزنقه حتى تولي تولي حاله اخرى. مريض مريض السيد تنعرفو، انا كنعرفو قدام في صام شخصي كنعرفو انا السيد، كانوا ساكنين قدام قبل ما يتزوج هذا السيد، كنعرفو قبل ما يسكن في الطالب الفوق، ومرض هكا ولا في الزنقه ما تيدارش شي حالات ماشي هما، ويتهم السيد بهذا الشيء هذا. وبالعكس جا الساف الزوق قبل منا، قبل من هذا الشيء قال له عطيني شي حاجه، عطيني هذا، قال له سيدي ما دير حتى شي حاجه، دير القانون ديالك، بغيت تواصل معاه. السيد ما عنده حتى شي دخل في هذا الشيء نهائي، باطل حطوا عليه. مرارا كندوز قدام المحل حيت تقريبا العين اللي كنشوف فيه هي مرارا يوميا كنلقاه كيقرا القران في المكتبه ديالو، ومع هذيك السبعه كيشرف على الدراري الكبار تيدير لهم المراجعه. ومن المستحيل هاد التهمه اللي كبيره ونسبوها ليه ما كنظنش يديرها. يعني انا ما كنطلبش بزاف، ولكن كنطلب انه يتفتح تحقيق عميق جدا في هذه القضيه هذه، من جهه ديال الطفل، يعني الطفل نشوفوا مثلا الحاله الصحيه ديالو بكل نزاهه، ونشوفوا الحاله الصحيه حتى ديال الاب ديالو، يعني بالاضافه للناس داكشي اللي قالوا الناس اللي قبل مني، هاد جوج حوايج اللي طلبت انا فقط. يعني الا داروا هاد جوج الحوايج وكون داكشي محايد، حنا ما كندافع، ما انا شخصيا ما كندافعش على السي لطفي، انا كندافع على الشخص الحق اللي موجود في داخل الجسم ديال السي لطفي. شنو كتقراو؟ كي كان كيتعامل معاكم؟ عمي لطفي شنو في الحومه عندنا كي داير؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا عما فعلتم نادمين. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.